سعيد صالح ملوش زي. ثانيه واحده انا اسفه، عادل امام ملوش زي، محمود عبد العزيز ملوش زي، احمد زكي ملوش، نور الشريف مش عايز انسى الجيل ده كله ملوش زي. استاذ فكري صادق صعبان عليا جدا اقسم بالله. استاذ فكري عمري ما شفته في حياتي عشان اعرف في مشكله بينه وبين بابا ولا لا. حضرتك تتخيل ايه اكتر حاجه ممكن تكون ضايقتني في التسجيل ده؟ ايه؟ سعيد صالح ما عندوش قدر ضئيل من الانسانيه. اختي وزميلتي وبنت الاستاذ الكبير والنجم الكبير اللي انا من عشاقه هند سعيد صالح. انا بعرض يمكن المسرحيه الصغير بدا، فما كانش ليا نصيب ان اتشرف واتفرج على الحلقه بتاعتك، لان انا بحبك جدا من ايام قعدت سينما، وانت عارف ان احنا زملاء واخوات طبعا. يمكن انا مأخر الفيديو ده لوقته يعني. بلغوني عن الحلقه كلها، وطبعا خلصت شغلي وقعدت اتفرجت على الحلقه. ميرسي جدا يا بنت الاصول، وشكرا جدا على كل كلمه حلوه قلتيها في حقي، وده واجب العشره واجب الزماله، وزي ما بيقولوا ما يعملوهاش الكبار ويقعوا فيها الصغار. احنا في الاول وفي الاخر امتداد لاسمين، منهم الاستاذ سعيد صالح النجم الكبير ده امتداد لوحده يعني، مع احترامي ليكي مش مستني حد يعمل له امتداد. وابويا الفنان القدير فكري صادق باعماله برضه. ميرسي جدا، وان شاء الله نلتقي على خير، وانا بستغل الفيديو ده اعزمك المشاهد الصغير مدى تيجي تشوف اخوكي مراد فكري. شكرا لكل كلمه حلوه قلتيها. شكرا لمستوى تفكيرك اللي انا كنت متوقعه من واحده فنانه مونتيره شاطره بنت اصول اسمها هند سعيد صالح. ميرسي.